هذا القرار اليوم هو دلالة على عدم النظر بالمبادئ التي تعمل المعمول بها في بلادنا. لابد لنا من أن نختار في ظل قرار اليوم الذي يقوض سيادة القانون في هذه البلاد، لأنني أتذكر قبل 4 سنوات بأن سلفي قام بإرسال مجموعة من العصابات لقلب النظام أمام أعين العالم، وكذلك كنا رأينا بأم أعيننا ما الذي حدث، والهجوم على رجال الشرطة والهجوم على مبنى الكابيتول، كل وكذلك الهجوم على مكتب رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي ومحاولة التأثير على نائبه مايك بينس تمثل لحظات قاتمة في تاريخ الولايات المتحدة. هذا الأمر أيضا يحمل في طياته بعض الإدانات الجنائية. الشعب الأمريكي يستحق أن يحصل على إجابة من المحكمة قبل أن نسير في الاتجاه الخاطئ. من حق الناس أن يعلموا ما الذي حدث في 6 يناير وقبل أن يطلب منهم التصويت هذه السنة. والآن لأنه صدر قرار اليوم فإنه من غير المرجح تماما أن يتم تقديم الخدمات المطلوبة للشعب في هذه الأمة. الآن ما يجب على المحكمة العليا أن تفعل شيئا مخالفا لهذا القرار من خلال تصرفات ترامب. الشعب الأمريكي عليه أن يقرر إذا ما كان ترامب شكل تهديدا للديمقراطية في 6 يناير. الشعب الأمريكي لابد له أن يقرر إذا ما كان عنف ترامب الذي تصرف بموجب سلطاته تشكل خطرا داهما على البلاد، ولا بد للشعب الأمريكي أن يقرر إذا ما كان أن يعمل على وضع الرئيس ترامب في سدة السلطة مرة أخرى. كما تعلمون أن القدوة التي نحتذي بها في بلادنا بجورج واشنطن، لأنه يعتقد بأن السلطات محدودة وأن تلك السلطة فقط تكون للشعب، وبعد مرور 200 عام واليوم في ظل قرار المحكمة العليا مرة أخرى فإننا نعتمد على شخصية الرجال والنساء الذين يقومون بتأدية الخدمة لشعوبهم مع حدود للصلاحيات، لأن القانون فوق الجميع. يدرك الجميع بأنني كنت أحترم الصلاحيات الممنوحة لي في ظل السنوات 3.5 الماضية، والآن بات ترامب غير آبه بالقانون، وأدرك بأن كل هذه الصلاحيات الممنوحة لكل رئيس لا يمكن أن تجعل منه شخصا فوق القانون، لأنه خوفا على الديمقراطية، فأنني أعترض على هذا القرار ويجب على الشعب الأمريكي أن يعترض عليه. وفليبارك الله بكم جميعا وفليساعد الله ديمقراطيتنا.